لو كان معروض عليا اهلي وزمالك في نفس الوقت كنت اروح الزمالك، وانا ما الموضوع كله كان برضو وقتها كنت صغير في السن، وما كانش ينفع ان انا حاجه تتقال لي كده على في التلفزيون على الشاشات، كنت اقول لا مش هروح كده على طول. يعني هو ليه كذا لقاء شهير وعناوين بقى والكلام دوت، ان هو احمد لو لعب بره يعني بره، لو لعب في الاهلي هو اللي هو ابني ولا اعرفه والكلام دوت. دي حاجات كانت مكتوبه بقى فعلا حقيقه هو كتبها، وحوارات صحفيه والكلام دوت. الكلام دوت كان في 2008 و2007 الفتره ديت. يعني هو الموضوع كله ان وقتها كان في مفاوضات، كانت مفاوضات الناحيه التانيه واقفه كده الكلام ده في نادي الزمالك، بس انا هو الامر كان لو بين الفرقتين انا كنت هختار الزمالك. يعني لو الامر كان كده وكده كنا كنت هختار الزمالك. جوه الملعب ما كنتش شايف، ما كانش ليا احساس، يعني انا كنت بلعب بانتمائي. يعني بعد الماتش شفت النتيجه زعلت، بس يعني ما حسيتش بالنتيجه في الماتش. بعد الماتش شفت النتيجه زعلت، ما كسبنا الزمالك 5 كتير طبعا، و في الفترة ديت كانت الفرقة واقعة بشكل كبير جدا، فرقة نادي الزمالك يعني.